بمتنزه السابلات، يكسب الشاب أيمن قوته اليومي من خلال تزيين وجوه الأطفال برسومات مختلفة، مهنة عرفت انتعاشا بعد رفع إجراء الغلق على أماكن التنزه. الحمد لله احنا كي فتحوا لنا الصابلات رانا نخدموا الدراري الصغار مكياج ديسيوني لهم في وجههم ثاني ديسان باش يفرحوا. الحمد لله كي فتحوها لنا ان شاء الله ما يغلقوها لناش باسكو رانا نسترسقوا فيها. فتح الفضاءات العمومية وأماكن التسلية إجراء لاقى استحسان المواطنين الذين يتوافدون على هذه الفضاءات لقضاء ما تبقى من أيام العطلة. الحمد لله كيف فتحوا لنا هذا واسمه وحدي يشيلاجي شوية دونك صافي بليزير صافي بليزير. جيت من ولاية غردايا، عجبني الحال هنايا في الصابلات، جيت نبحر انا وماما وبابا. هي مليحة لي فامي اللي عندهم بزاف ما خرجوش باش ما يكرهوش ضيق الخاطر في الدار، وينحوا على خاطرهم وصافي بليزير هكا. تبدل لي شوية الجو قبل دخلة تاع مسيدي، نحو الضغط على الدراري والواحد ينحي الغمة تاع الدار مع الحجر الصحي. احترام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا يبقى ضروريا للحد من انتشار العدوى.